اخترنا لكم في آخر محور لآخر الأسبوع الانتخابات البرلمانية الأردنية، حيث انطلقت الأسبوع الماضي ضمن قانون انتخابي جديد يعتمد على انتخاب القوائم. المرأة الأردنية كان لها حضورها وتجربتها القوية أيضا خلال البرلمان 17. نسلط الضوء على هذه التجربة من خلال لقائنا بالبرلمانية السابقة رولا الحروب. نتابع. مين؟ أبو زهير؟ مين؟ هاني الملقي هون؟ شو بتسوي عند رولا الحروب؟ انتوا ناويين تخربوا بيتي مع بعض؟ ما بكفيه خربت بيتي؟ لا حبيبي، أنا أشطر منك، أنا جيت أأمن شرها قبل ما تفوت على البرلمان وتيجي وقت الموازنة. حتى رئيس الحكومة اللي أنا طرحت فيه الثقة 4 مرات، أنا وياه كنا صحبة قبل ما أدخل البرلمان، وما زلت داخليا يعني بشعر أنه أنا وياه أصدقاء بالرغم من أني هلكته سياسيا. يعني ما في نائب أزعجه بهذا البرلمان بمقدار ما أنا أزعجته. أطالب وعلى لسان كل الأردنيين، أطالب برحيل هذه الحكومة، هذه الحكومة التي أفقرت الشعب الأردني وأذلته وحولت نهاية الشهر في بيت كل أردني إلى كابوس. تصر رولا الحروب على إعادة ترشيحها للدورة 18 لمجلس النواب الأردني على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها في الدورة السابقة. للأسف أن العمل البرلماني عندنا ما زال عمل غير مؤسسي وخاضع كتير للشخصية والمزاجية، يعني علاقتك الشخصية مع الآخرين قد تؤدي إلى إفشال مقترح كتير مهم للناس، لأنه ما في نضج سياسي مع الأسف لدى الكثيرين من اللي كانوا في المجلس السابق. رفعت رولا خلال حملتها الانتخابية شعارات ضد الفساد والواسطة، ووضعت نصب عينيها تحسين الحياة المعيشية للمواطن الأردني كتحسين الرواتب والتأمين الصحي الشامل. نعم لصوت الحق، مشيرة إلى أن دور المرأة الأردنية فعال جداً في حياة البرلمانية بالبلاد، ف 52% من الناخبين هن نساء، وتصل نسبة المرشحات إلى 20%. أداء المرأة في البرلمان السابق ترك بصمة حقيقية، يعني كان في عندنا عدد من السيدات النائبات في البرلمان الماضي وقفوا مواقف كتير جريئة ومواقف قوية دفاعاً عن الناس وعن حقوقها، ما جاملوا. سعادة الرئيس، ومع هذا تحن رولا إلى حياتها المنزلية. يا حسرتي، أي رولا ست البيت، ما انتهت، اختفت رولا ست البيت. 24 ساعة بالشغل، بنروح آخر الليل، بنطلع من الصبح، الأولاد بطلنا نشوفهم ولا طبيعي. بس يعني أحياناً هلأ بالعطل، أحياناً يوم الجمعة يعني بتسلى هيك، بطبخ الطبخات اللي بحبوها الصغار مني، معكرونة بالبشاميل بحبوها كتير، هاي أنا مشهورة فيها. توجهت رولا إلى إحدى مراكز الاقتراع لدعم حملتها وقائمتها الانتخابية، فالوصول إلى مجلس النواب الأردني اليوم أصبح ضمن قانون انتخابي جديد ويعتمد على القوائم الانتخابية عوضاً عن قانون الصوت الواحد. القانون الانتخابي الجديد أنتج تحالفات وتكتلات سياسية، يعني حياة سياسية جديدة لربما تعيد مشهد حجب الثقة عن الحكومة ووضع مصلحة المواطن بالأولوية. فكانت المنافسة قوية جداً بالحملات الانتخابية. لبرنامج آخر الأسبوع، فانيتا زعبي، أورينت نيوز، عمان. ومن عمان أيضاً نرحب بالدكتورة رولا الحروب، رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة وأيضاً النائبة السابقة بالبرلمان الأردني. مساء الخير دكتورة، أهلاً بك معنا في آخر الأسبوع. بعد ما استمعنا لحديثك من خلال التقرير وكل ما جاء فيه، أود أن أسألك بداية عن ردة فعلك حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي انتهت وعدم وجودك بالبرلمان 18. نتمنى التوفيق للفائزين في انتخابات المجلس 18، وأن يكونوا عين المواطن وأذنه ولسانه في هذا المجلس، لأن المواطن حقيقة
لا يستطيع أن يعبر عن نفسه وأن يدافع عن حقوقه، هو بحاجة إلى النواب ليلعبوا هذا الدور، وبحاجة إلى الإعلام أيضا ليلعب هذا الدور. بالنسبة لوضع المرأة في البرلمان الجديد، أبارك أيضا للنساء اللائي تمكنا من الفوز بالتنافس، هنالك 5 سيدات من عدد من المحافظات الأردنية نجحنا في الوصول إلى قبة البرلمان عبر التنافس، ليرتفع بذلك عدد النساء في البرلمان من 15 عبر الكوتا إلى 20، وهذا تقدم نسبي من حيث الكم مقارنة بالمجلس السابق، كنا 3 فقط اللائي نجحنا على التنافس، وبالتالي كان العدد الإجمالي 18. بالنسبة لعدم نجاحي في هذه الانتخابات، هنالك ظروف موضوعية كثيرة لا أرغب في الخوض فيها، ولكن أنا أعاهد الشعب الأردني أن أبقى نائبا لهم، سواء كنت داخل قبة البرلمان أو خارجها، لأن النائب هو من ينوب عن الشعب ويحمل همومه وقضاياه بغض النظر عن كونه في مجلس النواب أو خارجه. دكتورة، برأيك لماذا توجه الشارع الأردني لانتخاب الإسلاميين بقيادة جبهة العمل الإسلامي؟ طبعا يعني حققوا هم نتائج ساحقة، خاصة بدوائر عمان تحديدا ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح. لماذا هذا التوجه رأيناه في الانتخابات الأخيرة؟ أولا، الإسلاميون غابوا عن المشهد عبر دورتين برلمانيتين، بمعنى أن الشارع كان متشوقا لهم، وكان للأسف كان هنالك انطباع بأن غيابهم عن المجلسين السابقين كان سببا في إضعاف أداء المجلسين، ولكن في الواقع هنالك يعني مشكلة حقيقية في أداء مجالس النواب الأردنية، وهي ممتدة منذ أكثر من 25 عاما من الزمن، وليست وليدة غياب فريق سياسي معين أو حضور فريق سياسي معين. المسألة الثانية التي أدت إلى أيضا إقبال الشارع على التصويت لهم، حقيقة الإسلاميين بتمتعوا دونا عن باقي الأحزاب الأخرى بوجود قواعد ثابتة لهم، وبالرغم مما تعرضوا له من تفكك خلال السنوات الأخيرة وانشقاقات وخروج بعض القيادات المهمة خارج حزب جبهة العمل الإسلامي وخارج حركة الإخوان المسلمين، ولكن بقيت هذه القواعد ثابتة ومخلصة. بالإضافة إلى ذلك، الإسلاميين مش مجرد حزب سياسي، الإسلاميين عندهم دولة داخل الدولة، بمعنى أنهم يملكون كل مقومات الإنفاق والتنظيم بالنسبة للكوادر العاملة لهم. لديهم منح دراسية للطلاب، لديهم أسر ينفقون عليها بالكامل، بيملكوا مصارف وبنوك ومستشفيات وعيادات ومدارس وحضانات، ولديهم يعني مؤسسة كاملة إن صح التعبير، دولة داخل الدولة، وهم قوة سياسية لا ينبغي الاستهانة بها في أي مكان وجدوا فيه. بعمان كمان دكتورة، الكوتا حصلوا عليها الإسلاميين، بدي أسألك هون بجزئية معينة، إنه كيف رح ينعكس هذا بشكل عام، وأيضا فيما يخص التشريعات المتعلقة بالمرأة بشكل خاص؟ من المؤسف أن العاصمة عمان لم تستطع أن تنجح أي مرأة ليبرالية عصرية حديثة تحمل أفكارا وطنية معتدلة. السؤال فيه مشاكل كثيرة لا أرغب في الخوض فيها ولا مجال لذكرها في حديث قصير، ولكن يعني أنا أخشى حقيقة اجتماعيا واقتصاديا على ما يمكن أن يحدث في البرلمان القادم جراء غياب المعارضة الوطنية الراشدة عن هذا المجلس، وجراء غياب المرأة الليبرالية عن هذا المجلس. المجلس تحضر فيه النساء ذوات الهوية الإسلامية، مع كل الاحترام لهن نحن نقبل الجميع، ولكن يفترض بأي مجلس حقيقي أن يكون ممثلا لكل الاتجاهات الفكرية والسياسية في المجتمع، لا أن يكون مجلسا استقطابيا. المجلس 18 سيكون مجلس فيه العديد من الصراعات ما بين قطبين، الإسلاميون من جهة والعلمانيون من جهة أخرى، في حين تغيب قوى المعارضة الوسطية والمعتدلة عن المشهد، وبالتالي سيفتح هذا الباب أمام صراعات ما بين النواب أنفسهم، بدلا من أن ينشغلوا بالحكومة سينشغلوا بمناصبة العداء لبعضهم البعض. دكتورة، سؤال أخير عن مخططاتك المستقبلية للعمل السياسي.
طبعا أنا رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة التي تضم في عضويتها 150 برلمانية عربية، وأنا رئيسة منتخبة ولدينا انتخابات بعد بضعة أيام ستجرى في عمان لإعادة انتخاب المكتب التنفيذي لهذه الشبكة، وأنا أيضا أمين عام حزب أردن أقوى، وقد دعوت حزبي لاجتماع تشاوري لإعادة بناء وهيكلة الحزب وإعادة رسم السياسات والاستراتيجيات التي نخوض بها المعركة الانتخابية المقبلة، طبعا مع مراعاة أن قانون الانتخاب بحد ذاته لعب دورا كبيرا في إفشال الكثير من القوى الجادة والسماح للمال الأسود بلعب دور كبير في هذه الانتخابات، ولذلك سأواصل مسيرتي السياسية والإعلامية. صوت الواحد. القوائم كان فيها الكثيرون ممن يشترون ذمم الناخبين مع الأسف الشديد، حتى القوائم التي رفعت شعارات فكرية أو شعارات برامجية أدخلت من بينها من يشترون ذمم الناخبين لترفع نسبة التصويت، لأن الشارع الأردني كان يشهد حالة غير مسبوقة من الإحجام عن التصويت، نسب الاقتراع كانت متدنية تماما وخاصة في عمان وخاصة في كل مراكز المدن والقصبات، وبالتالي أدى هذا للأسف إلى إخراج حالة من الاستقطاب ما بين رجال المال الذين دخلوا للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية وعمل صفقات معينة وبين المسيسين الذين يقعون في حالة ما بين اليمين واليسار، وغابت القوى الوطنية الوسطية للأسف الشديد. بدي أشكرك دكتورة على وجودك معنا وعلى هاي المداخلة من عمان، الدكتورة رولا لحروب رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة وأيضا النائبة السابقة بالبرلمان الأردني، يعطيك ألف عافية، شكرا على مشاركتك.